ورجعنا لكم بعد ما شفنا فيديو لمرضى القولون. معانا النهارده الدكتورة ماني محسن، هنتكلم عن مرضى القولون، وكمان هنعمل وصفات صحية مناسبة مريض للقولون. القولون. طيب، أولا احنا شفنا الفيديو، قولنا ايه رأيك في الفيديو الفيديو ممتاز أو جدا. تعليقك عليه؟ يعني لأن مرضى قولون كل مصر مريضة مرض هو قولون، مرض العصر أنا دلوقتي. بالذات ما هو ده مرض العصر. هو حاليا مرض العصر فعلا، دي حقيقة. كل حاجة في الفيديو بتتكلم مظبوط، تمام. المفروض بقى ان احنا نهتم بده، مش نشوفه بس، لا احنا نبدأ نشتغل عملي. كل الناس اللي عندها قولون بتنسى كل حاجة بتتعبها وبتاكلها، وبعد كده بتلاقي مشاكل اكبر بكتير. فالمفروض ان احنا هنتكلم النهارده عن حاجه او وصفه مهمه جدا، تنظيف القولون باستمرار، وهي المفروض نستخدمها على الاقل 3 مرات في اليوم، ما فيهاش اي مشكله خالص. ليه؟ اللي هي الرمان، قشر الرمان بنغسله وبننشفه كويس جدا، نعمله حاله تجفيف وبنطحنه، وكده بنستخدم منه نص معلقه مع معلقه عسل نحل. بس ما ينفعش نعمل الوصفه دي ونركنها. ايش الرمان اللي احنا بنرميه؟ قشر الرمان اللي احنا بنرميه، تمام. نص المعلقه دي مع معلقه العسل النحل اولا بتعمل حاله تنظيف للقولون، ودي سنه نبويه. سبحان الله، احنا فعلا ما كناش عارفين الموضوع ده. طيب، وهي حاجه يعني بسيطه جدا ورخيصه جدا، مش مكلفه المشكلة ان احنا كلنا عندنا القولون، بالظبط كده. واحنا يعني السبب الرئيسي تروح للدكتور يقول لك انت والسيدات الاكل، اكتر هي اللي عندها مشكله في القولون، العصبية بقى العصبية والوضع والكلام ده كله هو بيتسبب بزيادة شويتين ثلاثة عند المرأة لتعب القولون. احنا كلنا مصر عندها قولون. مش عارفين نعمل ايه. طب يلا قولي لنا بقى اكلاتنا ايه النهارده لمرضى القولون. النهاردة لمرضى القولون أولا عندنا الوصفة اللي احنا بنتكلم عنها دي، وهي مهمة جدا ان احنا نبدأ بيها قبل كل وجبة بديلة للتعب اللي بيحدث بعد الاكل. يعني هي بس بتوفر عليكي التعب اللي انت بتحسي بيه بعد الاكل، والانتفاخ اللي بيبقى موجود دايما باستمرار. تمام. ومعانا عصير. العصير عباره عن تين، اناناس، وزبيب لو حابه، او لو موجود عندك او مش موجود. تمام. وعسل نحل. تمام. العسل النحل والزبيب دول حسب الرغبه. تمام. حسب الرغبه عندك عسل نحل وموجود ومتوفر، اوكي. مش متوفر ومش موجود، هتستخدمي اناناس وتين بس. التين لو مش موجود في السوق ومتوفر هنستخدم تين مجفف، هنبله شويه عشان يطرى معايا، واقدر ان انا اضربه في الخلاط مع تمام. نص كوبايه ميه. مش هيفرق يعني. لا 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 لا، مش هيفرق خالص، عادي خالص، ما فيهوش تمام. اي مشكله في اي حاجه. كده او كده هو تين تمام. بس، ده وهو مفيد العصير. جدا يعني، حتى كمان غير لمرضى القولون هو مفيد جدا، تمام. بيدي جسمك فيتامين بشكل كويس قوي وعالي جدا. ده غير عسل النحل. تمام. طيب، اكلاتنا ايه النهارده؟ اكلاتنا ايه النهارده؟ النهارده هنعمل عيش بالشوفان والدقيق الاسمر. وممكن الناس اللي عندها مشكله او عندها حساسيه من القمح ما تستخدمش دقيق خالص، وتقدر تعمل الوصفه اللي احنا هنعملها، الرغيف العيش في الطاسه تبقى شوفان بس، ما فيش اي مشكله خالص. ده غير تمام. الشوفان طبعا بنستخدمه في حاجات كتير هنتكلم عنه بعدين. الحلقة التانية. تمام. احنا هنستخدم نص الكميه دي اسمر ونص الكميه الثانيه شوفان. احنا نقلل شوية من العيش الأبيض، هنقلل شويه من العيش ده الابيض لانه مضر بيعمل مشاكل، للقولون، ده مضر مضر للقولون للمعدة والقولون. ومضر للمعده جدا. تمام. والمفروض الطبيعي يعني الاحسن ان احنا دايما ناكل حاجه بعيد عن الدقيق الابيض، لان الدقيق الابيض والملح والسكر هي السموم البيضاء، ناكل فالمفروض ان احنا نبعد بعيد عنها. عيش اللي هو بالردة ده ناكل عيش ينفع؟ بالرده اللي هو الاسمر، او نعمل حاجه زي كده دي فريش وسهله وما فيهاش اي مشكله، لانك ممكن ما تلاقيش العيش ده متوفر دايما في الاسواق. يعني كل ست بيت هتعمل عيش في بيتها وفريش وكمان صحي. وهتاكليه في نفس الوقت، يعني انت بتعملي تمام. الكام رغيف اللي انت محتاجاه وبتاكليهم في نفس الوجبه، فما فيش اي مشكله ماشي، عندك. هنبدأ بالعيش الأول نعمله لا، ولا هنبدا هنبدأ بالعصير بيه؟ الاول. نبدأ بالعصير، انا كل مرة بوظه. مش هنسيبك تبوظيه المره دي. طب انا ما تسيبنيش ابوظ، ولا ابدا انا عادي اتفضلي يا فندم، ابدأي اشتغل عادي يعني؟ اشتغلي، اتفضلي. طيب، ممكن ابدا بالعصير انا. المية ايه؟ طيب، قولي لنا بقى مقادير العصير تاني. 3 شرايح اناناس و3 شرايح تين. المفروض ان اوكي. احنا ده هنقطعه المفروض تقطعي. مش هيعوق ال لا لا لا، الاول بس حطي المية والاناناس الاول مع بعض، تمام. اوكي. ونص كمية العسل النحل دي،
واحنا بنقول العسل النحل دي حاجه حسب الرغبه. تمام. انا عايزه هحط، مش عايزه وانا بالنسبه لي الدنيا كويسه في السكر مفيش مشكله. طيب. ايوه حطي الميه. طيب نستاذنك معانا اتصال استاذ محمد. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا يا فندم. الاثنين حلوين قوي. ممكن بس حضرتك توطي التلفزيون احنا مش سامعين حضرتك. الو. الو. ايوه يا فندم وطي بس التلفزيون عند حضرتك عشان احنا مش سامعين. الو استاذ محمد معانا ولا الخط قطع؟ شكرا لحضرتك، عاود الاتصال تاني. احنا دلوقتي بنحط الاناناس. الاناناس طيب ده لو انا مفيش اناناس طبيعي مفيش اناناس خالص. هيبقى تين وزبيب. طيب ممكن نستخدم اللي هو المعلبات ولا الاناناس المعلبات؟ والله يفضل ان احنا نبعد بعيد عن اي حاجه واخده اي مواد حافظه. احنا بنقول دي حاجه عشان تريحنا مش تتعبنا. تمام تمام. طيب اوكي ابدأ لنا انت في تبدأ لنا في ايه قبل ما اقطع. احنا معانا هنا برضو معانا هنا السوتيه المره دي مختلف خالص تماما. احنا عاملين النهارده قرع عسل وهو حاجه من ضمن الحاجات المجهوله جدا في الاسواق وما بيتعملش في اي حاجه اصلا او ما بيظهرش في اي حاجه. بس احنا النهارده هنعمله سوتيه عنه حاجه القرع العسل ده وده ني يعني مش واخد بخار ولا اي حاجه لان هو ما بيتحملش اي حاجه اصلا يعني بيستوي بسرعه جدا. محمد احنا استخدمنا شويه رز زيت رز صغيرين جدا. زيت الرز بقى انا اول حلقه والحلقه اللي فاتت برضو سالتك عليه زيت الرز. هو مستخلص من الرز تمام. اوكي وفي نفس الوقت فوائده ايه بقى؟ هو بالظبط زيه زي استخدام الزيت الذره العادي. اوكي بس هو ملوش طعم خلاص تماما واحنا بنضيفه دايما مع زيت الزيتون علشان ناخد الفايده بتاعته لان يعني طبعا هو الرز خفيف. اصلا مفيد. هو خفيف جدا. لكن هو برده عشان تبقي عارفه حاجه مهمه جدا. تمام. اي معلقه زيت كله سعر حراري واحد. زيت تمام. الزيتون هو نفس السعر الحراري اللي موجود في زيت الذره هو اللي موجود في زيت الفول الصويا كلها سعر حراري واحد. يعني هي لكن ايه اللي يفيدني ان انا ممكن استخدم زيت الرز مع زيت الزيتون عشان اقدر ان انا افضل احافظ على صحتي. تمام. بس لكن هو نفس يعني نفس طعم هو بيكسر طعم زيت الزيتون شويه. الناس اللي ما بتعرفش تاكل بزيت الزيتون, هو بيكسر طعم زيت الزيتون وبيديكي نفس الجوده اللي انت عايزاها او النتيجه اللي انت عايزه تاخديها من زيت الزيتون. تمام. اوكي تمام. طيب احنا كده يا جماعه عرفنا زيت الرز. ان جالنا سؤال عليه ايماني ان ايه هو. احنا كمان دلوقتي هندخله معانا في العجين. وفي حاجه تانية كمان مهمه جدا. الناس اللي عندها مشكله وعندها حساسيه من القمح ومش عايزه تاكل شوفان كمان او تاكل عيش شوفان تقدر تاكل عيش معمول من دقيق الرز. من دقيق الرز. اول حلقه صورنا بتقولي لنا كل حاجات غريبه احنا اول مره نسمعها. فاكره اول حلقه صورنا كلها صحيه واحنا ما نعرفش عملنا بتعمل ايه. عملنا زيت عملنا رز لونه ايه لونه بني. الرز البني ده بيتضخم وبيتعمل له حاله نخل زي الدقيق العادي وبنبدا نعمل منه عيش. يعني في دقيق رز في دقيق رز ده اللي بس هو مش متوفر في الاسواق. كل اللي احنا بنقوله بس ان احنا بنعمله بايدينا يعني انت بتعمليه بايديكي. تمام. احنا حطينا الاول زيت الرز وقرع العسل. تمام. هنضيف شويه زيت زيتون صغيرين. قرع العسل ده ني. قرع العسل ده ني خالص لانه ما بياخدش وقت نهائي في السوى. تمام. بيستوي بسرعه جدا. كنا نسمع زمان انا عامله لكم النهارده صينيه قرع عسل. الناس عارفه القرع العسل ان هو حاجه حلوه. تمام. لكن هو مش حاجه حلوه بس. هو ممكن يتعمل بشاميل، ممكن يتعمل سوتيه، ممكن يتعمل في الفرن زي البطاطس والكوسه بالظبط لان هو من نفس فصيل الكوسه. وهو اليقطين ومذكور في القران الكريم. تمام. حلو قوي. طب بما ان احنا النهارده اتكلمنا يا ايماني عن البيت مشاركه، ايه رايك في الموضوع ده؟ الموضوع ده مهم جدا. احنا اصلا افتقدناه. وكان بيحصل في بيوتنا زمان كلنا. وخصوصا في المناسبات والاعياد. والتجمعات زي رمضان والكلام ده. احنا فعلا بنشوفه في رمضان بس يعني احنا بنتمنى يا جماعه ان البيت يبقى مشاركه على طول. في كل ايامنا. ايوه طبعا نشارك دي بعض. حاجه هتفرق يعني معانا كتير قوي. احنا اهو في البيت اهو بنعمل مشاركه. دي مشاركه اهو انا بشاركها اهو في البيت. ما هو مش شرط المشاركه تكون ان الراجل يشارك. لا شرط. لا احنا النهارده الولاد ما بنقولش ان الزوج بس. انا وماما انا واختي انا وابني. البدايه من البيت. البيت هو اللي بيعلم. دي الطاسه اللي احنا هنعمل فيها بيعلمنا كل حاجه.
ما عملناش اي حاجه فيها غير ان احنا بس حطينا فيها نقطتين زيت روز، مش اكتر ولا اقل من كده. طيب احنا نزلنا، معلش، هو نزلنا قرع العسل، قرع العسل تمام. طب ممكن ننزل بس الاول بمقادير القرع العسل لان هي ابتدته. هو يفضل ان احنا ما نضيفش ملح. طيب خلاص، ولا اي حاجه عليه. ماشي. تمام. طيب ولكن ننزل عشان بالعيش. علشان ماشي. طعمه يبقى كويس. خلاص. او لو انا مش حابه ان انا اكله كده ممكن اديله شويه زعتر اخضر بالسمسم و... طيب و... وملح بسيط جدا. خلاص ماشي خلاص. احنا كل مره بنتكلم ان احنا بنحط ليمون بديل للملح. المره دي ما نقدرش نحط ليمون بديل للملح. يستحسن لا ملح ولا ليمون، لان الليمون ما بيتفقش مع القولون. احنا ما فيش اصلا، ما نقدرش نصنع الملح يا امل بسرعه. طب ممكن ننزل بقى بس الملح مش حاجه. مقادير العيش. طيب ممكن ننزل مقادير العيش. اوكي، هتعملي العيش الاول. والقرع العسل ده هتعمليه في ايه؟ في ايه ازاي؟ تعمليه مع ايه؟ هيطلع مع السمك. يعني احنا النهارده عاملين لكم سمك. هو انا حطاه جنب السمك. هو مش اساسي، بس احنا ممكن نعمل مكانه بطاطس، ممكن نعمل مكانه كوسه. طب ممكن نبدا بقى في العيش عشان العيش مهم قوي. ممكن نبدا بالعيش. خلصت يا فندم؟ ما انا شغاله اهو. انت انا شغاله. يلا يا فندم. العصير اصله بياخد وقت بصراحه. العصير بياخد وقت؟ بس انا بقطع التين بطريقه صغيره عشان ما تكسفش زي المره اللي فاتت. ايوه بتاع ما اشتغلش. تمام. قلنا مقادير العيش. مقادير العيش دقيق اسمر وده موجود وبيتباع في كل الاماكن كلها، مفيش اي مشكله فيه. ودقيق الشوفان برده موجود في كل الاماكن. تمام اوكي. وممكن لو عندي شوفان وحابه ان انا اطحنه وهعرف اطحنه كويس جدا واوصله لدرجه الدقيق وما يبقاش فيه مشكله بالنسبه لي، ممكن ان انا اشتغل بيه واعمله في البيت مفيش مشكله. تمام. ومعانا بقى ايه، شويه زيت زيتون صغيرين قوي في العجين وشويه زيت رز والملح، هيبقى حاجه بسيطه جدا. تمام اوكي. يلا برضو نعجن. مقادير العيش يا جماعه على الهواء. العيش ده مفيد جدا يا جماعه لمرضى القولون، وممكن مفيد لينا لصحتنا. يعني معانا نص معلقه خميره. تمام اوكي. في ناس ما بتحبش الخميره فممكن ما تستخدمش خميره عادي وهيبقى زي الكريب، فدي حاجه حسب الرغبه. نص معلقه ملح وربع معلقه سكر عادي خالص. فوائد بدل السكر احط عسل نحل او سكر بني. ممكن السكر او عسل. ممكن احط بديل السكر العادي الابيض عسل نحل او سكر بني. تمام اوكي. تمام خلاص. احنا هنا معانا نص كوبايه دقيق شوفان. ونص كوبايه دقيق اسمر. فوائد الدقيق الاسمر يا جماعه مفيد جدا للجهاز الهضمي، ومفيد جدا كمان للحوامل. يستخدموا الدقيق الاسمر ده احسن من الدقيق العادي بكتير، وكمان بيمنع عنهم الاصابه بالامساك، وكمان بيساعد في تغذيه الجنين اكتر من الدقيق الابيض. هنبدا نحط الميه. اوكي. هو مش محتاج عجين بمعنى العجين، هو بيبقى حاجه طريه جدا. اوكي بصي هو بقى حاجه سايله ازاي. تمام. يعني مش هيبقى عجين زي ما احنا. لا 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 خالص. الكلام ده لو انا هدخله الفرن. حاجه سهله جدا. حاجه سهله جدا وبسيطه جدا وما خدتش معانا اي وقت. تمام اوكي. تمام ماشي. بصي بقى عامل ازاي. تمام. احنا عاملين طبعا كميه صغيره لان احنا ايه، احنا نحط الطاسه على النار. لا احنا هنسيبه لمده 3 دقائق او 5 دقائق، من 3 دقائق لخمس دقائق وبعد كده هنبدا نشتغل بيه. بصي بقى عامل ازاي. تمام. لقيت حاجه خفيفه ما فيهاش اي مشكله خالص نهائي. وري لهم كده العجينه شكلها ايه وان هي سايله ازاي. زي ما انا شايفه بصراحه العجينه اهي سايله. تمام. لان انا بصبها بتبقى زي الكريب بالظبط. موضوع الخميره دي حاجه حسب الرغبه، انا ممكن احط خميره او لا. تمام. تمام. انا كده حطيت كل حاجه انا عايزاها. هضيف شويه زيت رز. وبرضو يا جماعه اللي ما عندوش زيت رز ومش عايز يستخدم زيوت، بس لازم ادخل نسبه دهون لجسمي، فدي النسبه الطبيعيه. احنا كده ما بنعملش اي مشكله غير ان احنا بنضيف النسبه الطبيعيه اللي الجسم محتاجها كدهون. تمام اوكي. تمام كده بقى جاهز معانا. احنا كده عملنا مدة العيش خمس دقايق. عيش الشوفان والدقيق الاسمر.
بطريقه صحيه في البيت، ان انت ممكن شوفان تعمليه بس لاولادك، تعمليه سريعا لو انت ما عندكيش عيش، عندك المكونات دي تعمليه بسرعه. احنا بنقدم لكم يا جماعه كل حاجه صحيه، ان هي سهله وبسيطه تفيد الاسره، يعني هي سهله وبسيطه وكمان سهله وبسيطه على الشيف امين. اوكي، احنا هنا معانا النهارده سمك. طيب السمك ممكن يبقى بديل للفراخ. ده طبقنا الثاني. ده طبقنا الثاني سمك. سمك تمام. سمك ايه؟ سمك فيليه. اي نوع سمك، يعني اي نوع سمك انت بتحبيه او بتفضليه هتجيبيه وتعملي منه الفيليه، تبداي ان انت تشتغلي بيه. تمام. ممكن الطبق ده اسمه ايه؟ سمك. ده سمك تمام. ممكن ننزل بمقادير. ممكن يبقى بديل للسمك ان انا ممكن استخدم ارانب زي ما عملنا في الاول اول حلقه، او ممكن استخدم صدور دجاج. نفس الطريقه ونفس الطريقه ونفس الجريل. وممكن لو انا عندي شوايه في البيت وحابه ان انا اشوي ممكن اشوي، مفيش مشكله. لكن احنا هنا بنبسط الامور بس على نفسنا وعلى المشاهدين. تمام تمام. اوكي، بنقدم لك في بيتك في مطبخ بنات حواء كل حاجه تخص البيت وصحتكم اهم حاجه عندنا. كل ده جديد، يعني كل ده لست البيت جديد. شيف اماني بتقدم لنا اكلات جديده وصحيه في نفس الوقت. ممكن تستبدلوها باي حاجه. قولي لنا يعني بقى مقادير. مفيش اي مشكله. مقادير السمك تاني عشان المقادير على الهوا. نص كيلو سمك مش اكتر من كده، ده بالنسبه لفرد واحد. تمام تمام. نص كيلو. نص كيلو لفرد. لانه طبعا لما بيتشطف وكده تمام بتصفى ميته. وايه تاني؟ بيخس تقريبا 100 جرام. وايه تاني؟ بس هو ده اللي هيبقى مع قرع العسل. تمام. انا شايفه طماطم شيري عندنا هنا النهارده. سلطه. السلطه دي برضو علشان تنظيف القولون باستمرار مع الاكل، وانه ما يبقاش عندي اي مشكله. احنا كل مره يا جماعه بنعمل لكم الوجبه وجنبيها سلطه. السلطه دي مهمه جدا جدا، والعصير مهم جدا جدا برضو لكل المرضى وغير المرضى. والعصير احنا كل مره بنقدم لكم اكله والعصير بتاعها. والعصير بتاعها النهارده بنقدم لمرضى القولون اكلات صحيه مفيده، مش لمريض القولون بس، لاي حد، لاي حد او للاطفال كمان. طيب احنا كده المفروض بيتشوي. بيتشوي هنسيبه يتشوي. ده بقاله خلاص كده تهيألي كده خلاص. ممكن نبدأ فيه. ماشي. ده احنا حطينا ايه؟ بالظبط معلقة زيت رز. بالظبط مش اكتر من كده. معانا اتصال. معانا اتصال الاستاذ رضا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، منورنا. منور الشاشة والله. ربنا يحفظك. الله يكرمك. الله يكرمك. انت شيف اماني طبعا. ميرسي. ربنا يخليك. استاذ رضا من متابعين البرنامج؟ طبعا. طيب احنا متهيألي حضرتك اللي كان فيه مشاركه بين حضرتك وبين زوجتك. تمام. وبناء عن مكالمه حضرتك احنا فعلنا هاشتاج البيت مشاركه. تمام. مشاركتك معانا ايه النهارده؟ مشاركتي معايا ايه النهارده؟ بس مش عايزين بقى اتصال يا استاذ رضا، يعني عايزين بقى فيديو. عايزين حضرتك تعمل لنا فيديو كده مشاركه حضرتك. لا تمام. انا ومشاركه الزوجه والاولاد وتبعته لنا. تمام ان شاء الله باذن الله هعمل حاجه في الفيديو وابعته لحضرتك. ورساله حضرتك وصلتنا على صفحه البرنامج. الله يكرمك. الله يكرمك استاذ منوره والله. النهارده مش عايز تسال الشيف اماني؟ لا طبعا لازم نسال الشيف اماني. اي اكله ما نسالهاش. كنا عايزين نعرف بس ايه الاكل اللي بيهدي القولون. انت عارفه معظم الشعب المصري بتاعي عنده القولون العصبي يعني. كلنا عندنا. صح. كنا عايزين نعرف بس ايه الاكلات اللي بتهدي القولون. الاكلات اللي بتهدي القولون. دايما دايما تبعد بعيد عن اي حاجه والقولون ملتهب وتعبان، اي حاجه فيها الياف، مع ان الالياف بتريح القولون جدا، زي التفاح مثلا. ما ينفعش ابقى انا عندي التهاب قولون شديد واكل تفاح، ده بيزود الالتهاب، او اكل اي حاجه فيها الياف. دي حاجه مهمه جدا. استاذ رضا على اتصالك، ودايما تابعنا بقى ودايما شاركنا باتصالاتك الجميله. بالنسبه للاكلات اللي بتهدي القولون، ابعدوا دايما بعيد عن الدهون اللي في الدواجن، اللي في اللحوم. ويستحسن ان احنا نبعد عن اللحمه. ده العيش. اوكي شايفاه؟ يمسك نفسه بس وهنقلبه. عندي بقى اعمل العيش في بيتي. اوكي.
اتفضلي يا فندم. وعيش صحي ممتاز جدا وطعمه هيبقى هايل جدا. وممكن نعمله لسه ما مسكتش. ممكن نعمله بالشوفان بس بدل ما ندخل معاه الدقيق. تمام اوكي. ممكن نعمل بدقيق شوفان. ممكن نعمل بدقيق شوفان بس. تمام. اضافه الخميره دي قلنا دي حاجه حسب الرغبه، الناس اللي عندهاش مشكله مع الخميره تسمحي لي اروح اعمل العصير. العصير اتفضلي يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي اخدش حاجه معاكي، اخدش معاكي 3 دقايق تقريبا. العيش هو زيه زي الكريب بالظبط. ايه المشكله عندك؟ طب ممكن تديني انا فرصتي لسه ما قفلتش. لا انت ما قفلتيش كويس. لا استاذه هبه كل مره كده، ما هو انا كده لازم كل مره لازم يحصل حاجه. كل مره بتبين يا فندم. واضح ان انا ماليش في المطبخ. لا 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 ما ينفعش تقولي كده، لازم بقالي في المطبخ ولازم تقولي. ما انا معاكي اهو هتعلم بقى كل حاجه، كل الطبيخ وكل حاجه. احنا النهارده بنقدم اكلات من مرضى القولون. كويس قوي كده كفايه. تقدري بقى تضيفي التين بتاعك كده اتعصر كده. احط ايه بقى؟ حطي بقى التين. التين اوكي ماليش دعوه. ادي العيش احنا بس عملنا منه عينه، لكن هي بقى ممكن في البيت تعمل اكتر من واحد. معانا اتصال. معانا اتصال. استاذ سالم من المنوفيه، اهلا وسهلا اتفضل. اهلا وسهلا اتفضل حضرتك استاذ سالم. اهلا. الو عايزين نعرف من الشيف بس طريقه عمل العيش اللي عشان بس يكون ايه لانه عنده حساسيه من القمح. تمام اوكي. العيش هو نفس العيش اللي احنا عاملينه ده بنفس الطريقه. عارف بقى بس ما يكونش فيها قمح، بس مش هيبقى فيه دقيق خالص، هيبقى شوفان بس. ايوه يتكون من ايه بقى حضرتك؟ نعم. ايه طريقته ايه بقى؟ نفس العجين اللي احنا عجناه دلوقتي، عباره عن الطريقه اللي احنا عملناها دلوقتي. صغيرين جدا شويه سكر صغيرين قوي، او بلاش سكر خالص، ممكن عسل نحل او سكر بني. ماشي. يفضل سكر بني احسن. ودي شوفان. ماشي. وهينزل في وهينزل في الطاسه زي ما حضرتك شفت بالظبط. تمام. دي شوفان وايه تاني؟ معاك دي شوفان بس. دي شوفان بس حضرتك، بما انك عندك حساسيه من القمح ما ينفعش ان انت تستخدم معاه دقيق عادي ولا دقيق اصلا. شكرا جدا لاتصال حضرتك. احنا معانا الاناناس، فوائده كتير قوي يا جماعه، بيقي من قربه ومفيد لصحه الجهاز الهضمي، وكمان بالنسبه للتجميل مفيد جدا للبشره جدا. وكمان فوائد التين مفيد لمرضى القولون ويقلل من الاصابه بالسرطان، وكمان بيساعد على انقاذ الوزن او مفيد لصحه الكبد كمان. ممكن بدل الزبيب اللي احنا هنضيفه على العصير، لو انا عندي عنب وعنب كويس جدا ممكن احط منه نسبه بسيطه بدل الزبيب. تمام. واللي بيبقى عنده التهاب شديد جدا في القولون مش قادر يعمل اي حاجه او بياخد حاجات كتير وحاسس ان هو مرتاحش، يعني اسهل حاجه التين والزبيب مع بعض نعملهم عصير. تمام. ضيف الزبيب بقى معاكي. حط بقى الزبيب. ايوه تمام. احنا معانا ايه تاني يا اماني؟ معانا سلطه. معانا سلطه. تمام. احنا هنضيف شويه كمون صغيرين جدا على على السمك. تمام. احط ده العسل. احط العسل. العسل حسب الرغبه. حسب الرغبه. تمام. حط قد ايه؟ حطي نسبه يعني نص الكميه تقريبا، علشان اصلا اوريدي الزبيب مسكر قوي والتين مسكر والاناناس مسكر. تمام خلاص. احنا هنحط نسبه ملح بسيطه جدا جدا على السمك، وانا افضل ان ما يبقاش فيه ملح. افضل يعني يستحسن ان ما يبقاش فيه ملح.
لكن انا بقول ايه حاجه بسيطه جدا تمام. يعني لو الدنيا خلاص يعني انا مش هقدر اكل من غير ملح خلاص يبقى انا هضيف حاجه بسيطه جدا. تمام. معانا نرمين من دمياط، اهلا وسهلا اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ممكن اكلم الشيف؟ اتفضلي يا فندم الشيف معاكي. بقولك يا شيف امين اتفضلي. ممكن يعني اقضي انا مش سامعه والله. معلش الصوت بيقطع، ممكن بس توضحي؟ سامعاني؟ ايوه اتفضلي. التلفزيون كده. بقول لك ممكن نحط اي فاكهه، اي نوع فاكهه مكان الاناناس؟ في انواع فاكهه بتهيج القولون فما ينفعش اي نوع فاكهه، لكن ممكن تستغني، ممكن تستغني عن الاناناس وتخليه زبيب بوتين بس. ايوه. انت عندك القولون يا نرمين؟ لا ماشي. هي انت لو مش عن لو هي لو ما عندكيش القولون مش مشكله، ممكن تعمليه كده من غير الاناناس مفيش مشكله، لكن احنا بندور في العصير اللي احنا بنعمله عن الحاجه المفيده اللي تفيد القولون ما تضروش. تمام. شكرا جدا لاتصالك يا نرمين. كمل بقى العصير. تهالي كده خلاص. تمام. اصبه هنا. اتفضلي. ماشي. حاضر. نصب العصير. بسم الله. ممكن اخففه عن كده مفيش مشكله. العصير نجح. برضو دي حاجه حسب الرغبه. مكونات العصير تاني. عايزه مكونات العصير تاني. قولي لنا مكونات العصير تاني. اناناس، تين. لو مفيش تين فريش هيبقى تين مجفف مفيش اي مشكله خالص. زبيب وعسل النحل ده حسب الرغبه. تمام. تمام. وطبعا ان انا اخففه او اتقله دي حاجه ترجع لي انا او حسب ما انا حابه ان انا اشربه ازاي. تمام. احنا معانا اتصال تاني. اهلا وسهلا اتفضلي. عليكم السلام. انا اسمي اروى من اكتوبر، كنت حابه بس اسال الشيف على حاجه. اتفضلي. اتفضلي الشيف معاكي. وطي بس التلفزيون عشان خاطر ما يتعديش القولون اكتر. معلش قولي سؤالك تاني. قولي تاني كده. وطي بس التلفزيون واسمعيني من السماعه. تمام. بقول لحضرتك ايه الاكل المكلوش عشان ما يتعديش القولون اكتر؟ ايه الاكل اللي ما تاكلوش عشان ما يتعبش القولون اصلا؟ طول ما القولون تعبان ابعدي بعيد عن البقوليات والالياف، لكن طول ما القولون كويس كلي كل حاجه بس بنسب بسيطه. وعلى قد ما تقدري ابعدي بعيد عن الدهون اللي في اللحوم واللي في الدجاج. دايما الاكل دايما يبقى صدور شكرا دجاج. شكرا جدا لاتصالك يا حبيبتي. يبقى سمك مشوي، يفضل مشوي. ابعدوا بعيد عن اي حاجه فيها زيوت مقليه. تمام. استخدموا زيوت بنسب بسيطه. احنا وقتنا بيخلص بسرعه. السلطه عايزين نعمل سلطه بسرعه. حاضر. معاكي الوقت بيعدي بسرعه. دي طماطم. دي طماطم شيري. تمام اوكي. او بندوره حسب ما كل واحد بيسميها ايه. ممكن طماطم عاديه خالص. فوائدها ايه طماطم شيري؟ هي نفس فوائد الطماطم العاديه، بس السلطه دي احنا عاملينها عشان تعمل حاله تنظيف للقولون. وهي ممتازه جدا وغير مريض القولون، يعني اي حد هيعملها هيحبها جدا لانها فيها ريحان وفيها نعناع. تمام. برضو ما عليهاش اي اضافات تانية. تمام. غير حسب الرغبه. تمام. لو انا حابه ان انا احط حاجه تانية اوكي احط. مش اوكي. مش حابه خلاص ناكل. هنطلع بره وناكل صح. حضرتك جايه تاكلي يا فندم؟ انا جايه اكل بس مش جايه تعملي حاجه. بتاكلي صح كده؟ احنا فوائد معانا النهارده فوائد الطماطم الشيري، تنظيم ضغط الدم، مهمة جدا لعلاج فقر الدم، تقوية بصيلات الشعر بالنسبة للتجميل. تمام. معانا ريحان. ريحان ونعناع. تمام. اوكي. خلاص يبقى طماطم شيري، ريحان. ريحان ونعناع. ونعناع. لو انا حابة برضو اضيف اي حاجة ممكن اضيف شوية كمون. بلاش ملح لان الطماطم اصلا اوريدي فيها املاح. ماشي. فكفاية قوي الاملاح اللي موجودة فيها. تمام. هي مش محتاجة اضافات تانية. احنا حلقتنا يعتبر خلصت، لكن وصفاتنا ما خلصتش. ما تنسوش البيت مشاركه. شاركوا بعض، حبوا بعض، خليكوا دايما متعاونين.
شكرا جدا ليكي يا اماني، وبنشكرك جدا على الاكلات الصحيه اللي انت بتقدمها لنا. استنونا الخميس اللي جاي ان شاء الله، هيكون معانا فقرات جديده، وكمان هيكون معانا مطبخ بنات حو بيقدم اكلات صحيه. اشوفكم على خير، وما تنسوش ابعتوا لنا فيديوهات على البيت مشاركه ورسائلكم، كل ده هنطلعه في البرنامج. اشوفكم على خير، يلا مع السلامه.